نبدا في عام 2010 مباراه وديه اسبانيا جاي من خساره برباعيه مع الارجنتين وبتواجه البرتغال اللي هي اساسا اقصتها من كاس العالم بدور 16 بهدف نظيف بدات المباراه رونالدو بيسلم الكره في الثلث الاخير وبينطلق بسرعه خارقه جدا بيكي بيحاول يلحقه ويسرع معاه فجاه رونالدو بيضرب بريك حرفيا بوقف بيكي بينزل على الارض وبيكمل طريقه نحو اللا نهايه وفجأة رونالدو عم بلف لفة بسيطة وبسقط الكرة من فوق كازياس الكرة ذاهبة للمرمى هدف تاريخي هدف أسطوري لويس ناني قرر يحط التاتش بتاعه ركض وضحى برأسه والحكم ألغى الهدف بداعي التسلل هون كريستيانو رونالدو خرج عن طوره ورمى شارة الكابتني ويعني يعني عوز انت اللي بيحكوا عنك بديل في مان يونايتد شو احكي عن اليوم اللي شفتك فيه هيك حرفيا يعني شوي رونالدو بده يقول لويس ناني طلع بعد المباراه وقال بصراحه يعني انا كان خايف جدا يعني وقال انا اعتذرت لرونالدو بغرفه تغيير الملابس وقلت له والله العظيم ما كنت اعرف اني متسلل، يعني كانه لو كان يعرف انه متسلل بده يدخل يجيب الكره، يعني فهذا الهدف ضيع رونالدو فرحه هدف تاريخي لمستوى انه في كثير عناوين اذكرها لاعب تصرف بشكل غير ذكي، اغبى قرار ارتكبه لويس ناني، اللاعب الذي لن يحبه رونالدو ابدا كانوا كلهم يقصدوا عن لويس ناني ننتقل للحارس اللي اعتقد ما فيش نقاش وهي يعني حتى بدون ديمقراطيه هو اغرب حارس في تاريخ كره القدم هيجتا صاحب تصدي العقرب الشهير صاحب الخطا الشهير مع رجيه من في كاس العالم 90 الحارس اللي بس اعملوا على اليوتيوب اكتبوا مهارات هيجتا حتفكروا حالكم بتشوفوا ميسي يعني لاعب بينطلق حارس بينطلق من خط الدفاع على الهجوم شيء مختلف بس هيجتا مش بس غريب بهذا ومش بس غريب انه بيلعب على الكره ومش بس غريب انه بيعمل حركات غريبه هيجتا هذا الرجل طبعا نعرف احنا اسكوبار وحضرنا مسلسلات وقصص هذا الرجل كان معجب بإسكوبار مبدئيا وكان يصفه برجل أنه يعني حقق السلام والاستقرار لكولومبيا هذا الرجل سجن نتيجة مفاوضاته المالية في عمليات خطف وأخذ عليها كوميشن تقريبا يقال 60 ألف دولار كان يقال أنه كان ينسق ما بين إسكوبار وأباطرة آخرين في تجارة المخدرات بعمليات نقل الفلوس والمخدرات فسجن فغاب عن كأس العالم 94 لأنه لما خرج من السجن ما كان جاهز بدنيا يروح يمثل المنتخب هجيتا يعني اعتقد يعني كان ظاهرة في كل مسيرته شكله لعبه سجنه كل شيء كان ظاهرة الروح رقم واحد وانا هاي بالنسبة الي الانتقام المفضل الجميع بيعرف شو صار بنهاية 99 بايرن ميونخ بيتقدم لعند الوقت بدل الضايع ويجي مان يونايتد يهزمه اثنين واحد والجميع ربما بيذكر شو صار بال2000 لما ريال مدريد واجه بايرن ميونخ بنصف النهائي ريال فاز بالذهاب 2-0 وبالاياب عاصفه هجمات مستمره لبايرن ميونخ قدر يفوز 2-1 لكن ما تاهل رغم انه اللقاء شهد كميه فرص لبايرن ممكن كان يكفيه يتاهل ب 5 و6-1 ورغم ذلك فشل وخرج امام الريال سنه 2000 اللي توج فيها ريال مدريد وب 2001 اجى بايرن ميونخ دخل دور المجموعات بدايته كانت سيئه اتصدر عليه مين فالنسيا وبايرن طلع في المركز الثاني في 2000 2001 بايرن ميونخ بواجه مان يونايتد في دور الثمانية، لقاء انتقام بلا نقاش. بايرن بيروح فايز 1-0 في انجلترا، 2-1 في المانيا، بيتأهل لنصف النهائي بواجه ريال مدريد، وبايرن ماخذ عهد، حهزمكم ذهاب إياب لكل من جرحني. مرة ثانية 1-0 في مدريد، 2-1 في ميونخ، بايرن بيروح للنهائي على فالنسيا اللي تصدر عليه في دور المجموعات، ويهزمه في النهائي ويفوز بفارق ركلات الترجيح باللقب. بايرن في طريقه للقب 2001، انتقم من ثلاث فرق. أذو اوروبيا ربما بسمعته زي دور الاول في دور المجموعات او في حظوظه وفرصه زي ريال مدريد ومان يونايتد، انتقام ثلاثي في بطوله واحدة في طريق مباشره نحو الكاس كانت مع البافاريين. الفريق الخامس فهو اكثر فريق مضى بعد ما عاد من الخروج. 2018 2019 توتنهام بيبدا دوري الابطال بشكل سيء جدا خساره خارج ملعبه مع الانتر ثم خساره في ملعبه مع برشلونه ثم تعادل مع ايندهوفن 2 2 على الورق توتنهام مع نقطه واحده الانتر وضعه ممتاز عنده مباراتين اياب في ملعبه مع برشلونه ومع أيندهوفن والواضح انه توتنهام شكرا جرب حظك في الدوري الاوروبي لكن وفي موسم دراما توتنهام الاوروبيه مع ايندهوفن كان خسران من الدقيقة 2 للدقيقة 78 بهدف مقابل لا شيء. هاري كين سجل التعادل بالدقيقة 78 ثم سجل هدف الفوز بالدقيقة 88. وأمام الإنتر بقيت النتيجة تعادل سلبي حتى الدقيقة 80 وسجل إريكسن هدف الفوز. ثم جاءت المباراة الأخيرة للفرقين توتنهام بروح بيلعب مع برشلونة معاه سبع نقاط والإنتر بيستضيف أيندهوفن معاه سبع نقاط. على الورق على الأغلب توتنهام ما حيفوز والإنتر على الأغلب حيفوز بسهولة على أيندهوفن. اللي حصل انه برشلونه ما قدم افضل مباراه امام توتنهام لكنه ما خسر فتعادل يعني خلى الامور بارض الانتر روح تاهل انت بشطارتك الانتر هناك ارتكب هفوه مبكره جدا امام اللاعب اللي اسمه بيرغوين واللي الان بيلعب مع توتنهام وخطف منه هذه الكره وصنع هدف لزميله لوزانو وهدف التقدم لايندوفن قبل ما يتعادل الانتر واحد 1 ويتعادل توتنهام هناك واحد 1 ويتاهل بفارق المواجهات المباشره ثم بنعرف انه توتنهام اخرج دورتموند ثم اخرج مان سيتي في دراما مجنونه للغايه، ثم اخرج اياكس في دراما مجنونه ايضا ووصل النهائي، ليكون افضل فريق من اللي قعدوا من الخروج الى المجموعه الى الادوار الاقصائيه، واحد منهم وصل النهائي. نهائي 2014، العاشرة ريال مدريد بواجه اتلتيكو، اتلتيكو ايامها كانت الركلة ركنية ركلة ركني 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 جزاء ومن هون سجل الهدف الاول وتقدم وظلوا متقدم للدقيقه 93 تيجي كره لاعب اتلتيكو مدريد عنده خيارين يشتتها ركنيه او للملعب فقال خلينا شتتها ركنيه ما احنا قويين في الكرات الثابته وشتتها ركنيه ويروح له مودريتش وينفذها ويجي واحد معروف عنه انه رجل اللحظات الصعبه قلب اسد حقيقي اسمه سيرجيو راموس ويضع كره راسيه في الزاويه وهدف التعادل وبينهار اتلتيكو مدريد بعدها في الاوقات الاضافيه وبيتلقى ثلاث اهداف لتصبح النتيجه 4 1 في ذلك المباراه المؤلم كان كثير لاتلتيكو مدريد انه نظريا انه كانت صعب تيجي فرصه ثانيه يكون قادر يفوز بدور الابطال مثل تلك اللحظه كان ضايل يصمد دقيقتين كان مطلوب تتشتت الكره ربما للاوت وتنتهي الامور كان المطلوب لحظه وتجيب اللقب لانه في 2016 صح راح ركلات ترجيح لكنه باي لحظه من اللحظات ما كان هو الاقرب لللقب لانه كان ريال مدريد هو اللي تقدم عليه بالنتيجه ما وصل للدقيقه 93 هو فايز وجميع بيعرف انه لو ريال مدريد ما جاب هذه العاشره كان لا جاب لا 11 ولا 12 ولا 13 ولربما كان لساته لليوم بحاول يجيب العشرة نروح لرقم واحد وهذا رقم واحد مؤلم لي شخصيا نرجع لنهائي كارديف 2017 الشوط الأول رونالدو بيتقدم منزوجيتش برد عليه بهدف رائع والنتيجة واحد واحد الشوط الثاني من أول دقيقة يا أخي في فرق في المستوى كروس ومودريتش عم بخلوا الكرة ترقص من جهة لجهة ويوفنتوس مش عم بيقدر يوقف هذا الريتم مش عم بيقدر يوقف هذا تغيير اتجاه اللعب لكنه كان لسه واقف بالمباراه وكانت لسه النتيجه واحد واحد حتى جاءت الدقيقه 61 توني كروز بشتت كره هيك خفيفه بيجي مدافع اليوفي بشتتها بس بشتتها بالغلط لعمق الملعب يعني لنص الملعب مودريتش بيكون بده يروح عليها بس بشوف في لاعب جاي من بعيد ومتستأسد بده يسود مين هذا اللاعب كاسيميرو بيرسل صاروخيه في مرمى بوفون وبتكون الهدف الثاني اللي بعده انهار يوفنتوس تماما وخرج من اللقاء وعشنا اخر نصف ساعه في فريق واحد على ارض الملعب هو ريال مدريد والنتيجه كانت 4 1 بس القوة هون مش انه جاب دوري ابطال، كثير في اهداف جابت دوري ابطال، ومش ححطه رقم واحد لانه جاب دوري الابطال بس. لا، لانه كان ريال مدريد، بفضل هذا الهدف، اه ربما رونالدو سجل بعديها وسجل لاعبين اخرين والله نسيت حتى مين هو الرابع، بس هذا الهدف كان اساس انه ريال مدريد يكون أول فريق في تاريخ كرة القدم الحديث عم بحافظ على لقب دوري أبطال أوروبا منذ تغيير نظامها، يعني ريال مدريد كسر لعنة تاريخية ما كان حدا قادر يوقفها أبداً أبداً أبداً. أما المباراة الخامسة فهي مباراة المعلم زيدان حرفياً. زيدان اللي واجه البرازيل الدور الثماني كأس العالم 2006 وقدم واحد من أقوى الأداءات الفردية في مباراة في تاريخ المونديال زيدان كان عم بواجه أساطير في البرازيل رونالدينيو رونالدو أدريانو كاكا لعيب كبار كانوا بس كلهم قاعدوا يتفرجوا ويتعلموا من المعلم زين الدين زيدان لمستوى كثير برازيليين رددوا نفس الكلمة أعطانا زيدان درس كيف تلعب المباريات وفي له في وصف آخر علمنا زيدان كيف تدار المباريات، فزيدان ملك الاداره في المباريات كلاعب وفي كثير احيان كان كمدرب زي ما بنعرف. المباراه الاولى واعتقد الجميع بيجمع على انها كانت البدايه الحقيقيه للينا ميسي الهاتريك في كلاسيكو اياب 2006 2007 ضد ريال مدريد، الهاتريك اللي كان ميسي فيه لسه عمره 19 سنة، الهاتريك اللي خلى العالم ينتبه ويصدق انه اللي بيحكيه برشلونة انه عنده موهبة جاية بقوة جدا، لا هذا كلام حقيقي، وكان أحد أهداف ذلك الهاتريك في الوقت بدل الضائع وفرض التعادل 3-3 على ريال مدريد، وأبقى الدوري بتنافسية شديدة لآخر أسبوع. ولما نحكي عن التوب 5 في, في البطاقات الحمراء اعتقد التوب 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 الكل بيعرفه، زين الدين زيدان قدم مونديال رهيب في 2006، مونديال من اداء خارق جدا، شيء غريب اللي عمله، ورغم عمره واللاعب بيعرفوا عنه الناس كلها انه اخر مباراه له راح لنهائي كاس العالم امام ايطاليا وفي واحد واحد، زيدان كان مسجل وماتيراتزي كان مسجل، الاثنين هم اصحاب الاهداف وفي الوقت الاضافي من ذلك اللقاء، ماتيراتزي استفز زيدان وشتمه. بامه او اخته تضاربت الاخبار لكن مش هون المشكله المشكله ان زيدان لف ونطح ماتيرازي بنطحه تاريخيا في كره القدم طرد زين الدين زيدان من الملعب وخسرت فرنسا ركلة ترجيح في اعتقاد بفرنسا حتى اليوم لو كان زيدان موجود وضمن المسددين لفازت فرنسا في بعض التسريبات قالت انه كان في اتفاق ضمن الفريق الايطالي انه لازم واحد يستفز زيدان ويشتمه لانه بيعرفوا رده فعله بهيك مواقف فزيدان عشان عشر دقائق ما مسك أعصابه فيهم لنهاية اللقاء أصبح عنده أشهر بطاقة حمراء في تاريخ كأس العالم وأصبح بنفس الوقت لاعب متهم أنه ضيع آخر كأس تسمع في أغنية كل ما تكبر تحلى لكادم السهر هذه الأغنية ظابطة تماما على عصام الحضري أكبر حارس في تاريخ كأس العالم وهذا لوحده دخول بالتاريخ من أوسع أبوابه كان عمره 45 سنة 161 يوم وما اكتفى بذلك لما نزل ولعب ضد شقيقه السعودي في كأس العالم عمل رقم قياسي أصعب من هذا الرقم عمل أنه تصدر ركلة جزاء للسعودية فأصبح أكبر حارس في تاريخ كرة القدم يتصدر ركلة الجزاء في كأس العالم فالحضري طلع برقمين قياسيا مش في واحد في مباراة واحدة ثمن ألقاب دوري مصري أربع كؤوس مصر ثلاث دوري أبطال أفريقيا مع الفرق الأندية المصرية اللي مثلها لكن الحضري مش هون قوته كانت كانت قوته بثلاثة أمم أفريقيا كان هو جزء أساسي من التتويج فيها وفاز برابعة لكن ما كان الحارس الأساسي في وقتها وهو أيضا الحارس اللي ساعد مصر توصل نهائي أمم أفريقيا 2017 الحضري ما إجا لقبه السد العالي من فراغ الحضري الجميع بذكر له مباراته مع إيطاليا الشهيرة في كأس القارات واللي خلت جازيتا ديلو سبورت تعطي تقييم 10 من 10 وهو تقييم نادر جدا ياخذوا لاعب من تلك الصحيفة لكن الحضري أبهرهم ضد بلدهم ضد منتخبهم وفاز بتلك الجائزة والروعة رقم واحد وأعتقد لازم تتفقوا معي هون بلاش ديمقراطية هون خلونا ديكتاتورية صعب جدا أكون برشلوني صعب جدا أكون عم بسحق ريال مدريد في ملعبه بثلاثية مقابل لا شيء وصعب جدا أكون عم بستعرض بكل لقطة وبحرج كل لاعب من ريال مدريد لمستوى أنهم بلشوا يحكوا لي اطلع ابعد عنا بس مر منا ما تحرجنا وبعد كل هذا ألقى الجمهور بيقول لي أنت رائع أنت معلم وبزقفوا لك وبتمنوا منهم منك تتعلموا بيتكلم عن رونالدينيو في الدوري الاسباني موسم 2005 2006 فوز برشلونه 3-0 صعب جدا تتخيل هذا اللحظه تتكرر مع اي لاعب بهذا الشكل في تلك الفتره 2005 2006 نوع من الصراع بلش يطلع مع صعود نجم برشلونه بقوه وصول لابورتا والتصريحات المتكرره ورجعت فكره الكتالونيه مره اخرى للاعلام كانت هون مباراه جمهور ريال مدريد حط التشجيع على جنب جمهور ريال مدريد اللي بيسفر على عيبته على اساطيره وقف وسقف لرونالدينيو، لحظة صعب جدا تتكرر بكرة القدم، لأنه رونالدينيو فعلا هو لاعب صعب جدا يتكرر بكرة القدم، رونالدينيو هو اللاعب الوحيد اللي بتحسه في الملعب مش مع الفريقين، هو مع نفسه، هو مع الكرة، هو مع حب اللعبة، عشان هيك الواحد يعني حتى هو بيتذكر رونالدينيو بيتذكر ذكرياته في تلك المواسم، بيشعر بالسعادة بدون ما يشوف، فالله يعينه اللي راحت عليه فترة رونالدينيو اختياري لرقم واحد من حيث صاحب الهدف الوحيد والدرامي جدا والهدف اللي يعني وصفه موقع الدورة الألماني بأنه أكثر هدف كسر قلوب في تاريخ البوندسليغا هدف باتريك أندرسون المدافع السويدي اللي جاء لبايرن ميونخ معاه عشر سنين خبرة هذا اللاعب جاء بلعب مباراته مع هامبورغ بايرن بحتاج التعادل ويتوج باللقب في الوقت بدل الضائع هامبورغ سجل هدف التقدم وهون بايرن عم بيخسر الدوري لصالح شالكه جاءت ضربه حره غير مباشره نتيجه امساك الحارس بكره رجعها مدافعه وكان المفروض يسدد هذه الركله ايفن بيرغ المتخصص في تلك اللحظه، لكن ايفن بيرغ ما سدد، ايفن بيرغ مرر ثم سدد بادريك اندرسون وسجل هدفه الوحيد بقميص بايرن ميونخ طوال مسيرته معهم اللي هي ما طولت كثير، لكنه هدف وحيد له مع بايرن ميونخ، هذا الهدف كان اكثر هدف درامي في تاريخ الدوري الالماني لانه اهدى بايرن ميونخ لقب الدوري في الوقت بدل الضائع. من حيث الأهمية من حيث الكوميديا من حيث كل التفاصيل هي بالأكيد كريمر في نهائي كأس العالم 2014 ما بين الأرجنتين وألمانيا في الدقيقة 30 تقريبا كريمر عم بيضرب بيجرا وبيجي بده يكمل المباراة لكن الجميع شعر في شيء غلط راح على كابتن الفريق في البلاد قال له معلش شرط الكابتن تعطيني اياها فهذا قال اها شو اللي بصير وما خلص لهون راح على توماس مولر قال له مين معي قال له توماس مولر قال له مبروك كأس العالم 1974 سيد جيرد مولر وينسب لنوير ايضا قوله انه اجى قال له شو رايك اصف شوي على الجول وانت تصف شوي على الجول نبدل مع بعض وراح على الحكم قال له نبدل قميصك هو كيم كي لوف قال له تعال اطلع حبيبي انت حتضيع الدنيا اليوم يعني مش بوقت فقدان الذاكره اهم فقدان ذاكرة باهم حدث نزل شورلي بداله وللعلم البديل كان بذاكرته صنع هدف الفوز لماريو جونزي اللي جاب كاس العالم لكن الاثنين اللي, اللي صنع واللي جاب نسيوا كل شيء القدم بعد ذلك لكن حفظوا اسمائهم بالتاريخ بظل كريمر بالنسبه لي كل ما اتذكر موقفه مع توماس مولر معلام انا دائما بضحك وببتسم واحدة من مبارياتي المفضلة كمثال في كرة القدم أيندهوفن وفينورد هي رقم واحد بالتأكيد في عام 2010 أيندهوفن سحق فينورد 10-0 الموضوع مش هون الموضوع انه الشوط الأول طلع 2-0 الشوط الثاني 10-0 لسه الموضوع مش هون في الغرابة طلع مدرب فينورد ماريوبين بين واصدر بيان واضح قال هذا يوم اسود في تاريخنا وطلع نادي فينورد في بيان واضح صريح قال لك هذا يوم اسود وأسوأ يوم في تاريخ النادي بس مش حنطرد المدرب لانه وضح ما في مدرب بيخسر 10 0 لما نخسر 10 المشكله مش في المدرب المشكله في الاداره او في اللاعبين فحنحل المشكله وين انا بالنسبه لي ال10 0 طبعا قمه الغرابه بين واحد من الثلاثه الكبار هم فينورد اياكس وايندهوفن بس اللي اغرب انه كمل المدرب وبعد ما كمل في الاياب قبل ثلاث جولات من نهايه الموسم فينورد لعب مع ايندهوفن راح فينورد هزم ايندهوفن وهذا المباراه كانت سبب بفقدان ايندهوفن الصداره فينورد خسر عشرة لكنه منع ايندهوفن يجيب الدوري في الاياب بلقاء رد اعتبار مهم جدا بنفس المدرب اللي تلقى عشرة بلا نقاش انه ما بعد 2008 كره القدم اخذت دفعه شعبيه رهيبه مش بس في العالم العربي في العالم كله هذا كان مصاحب بصعود ميسي ورونالدو وثنائيتهم بخروج جوارديولا ولكن ايضا بلا نقاش سداسيه برشلونه ومتعه برشلونه كانت مهمه جدا في هذا التحول الشعبوي تاع كره القدم وسداسيه برشلونه كانت مستحيل تمر من دون عصام الشوالي وانيستا بنتكلم عن نصف نهائي دوري ابطال اوروبا 2008 2009 الذهاب تعادل سلبي في الكامو في الايام تشيلسي بيتقدم بهدف مقابل لا شيء، وبينطرد ابيدال من برشلونه، وتشيلسي بشكل عام افضل واخطر واكثر تهديدا. ولكن في الوقت بدل الضائع، برشلونه بيجي يلعب عرضيه، فجاه عصام الشوالي بيحكي الكره غداره غداره، وكانه كان شاعر بشيء، حاسس بشيء بده يصير. وفعليا رغم انه دفاع تشيلسي بعد الكره اول مره، لكن رجعوا برشلونه افتكوها ليونيل ميسي يمرر لانيستا انيستا اللي هو فعليا لاعب قليل الاهداف لكن ثمين التوزيع لما يسجل يجيب لقب نعرف هدف كاس العالم 2010 الشهير ويروح انيستا مسدد صاروخيه في شباك تشيلسي وبيعلن التعادل واحد واحد وبيكمل برشلونه النهائي 2009 وبيهزم مانشستر بهدفين مقابل لا شيء وبفوز بدور الابطال وبعديها كان هذا الهدف وكانت اللحظه الغداره 100% اساسيه في السداسيه ولليوم اعتقد جميعنا لما يشوف هدف بدقيقة 95 و 94 بيجي على باله غدارة غدارة كورة غدارة الكورة قاتلة غدارة 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 انتو كنترول مش ممكن اهداوها لميسي ميسي الضربة الاخيرة جول جول الله 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 الله, الله انيستا غدارة 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 غدارة, غدارة يوهاني كرويف له كثير مقولات صراحة احترت شو اختار منها يقول يوهاني كرويف الرجل الذي عنده الاستحواذ والكرة الشاملة والكرة الجميلة ربما افضل تصريح بلخص كل افكاره واللي هي فعلا لليوم اي حدا بيلعب كرة كرويف نحكيها اللي قال فيها كرة القدم كثير بسيطة بس كثير صعب انك تلعب كرة بسيطة كرويف يعني عالم من التصريحات واللي بتشرح هذه البساطة وصعوبتها يعني مثلا انك بدون كرة مستحيل تسجل وانك اذا الكرة معك مستحيل خصمك يسجل وانه التقنية مش مسألة مهارات وترفيع كرة وهذا الكلام لا التقنية هي تمرر كرة بالسرعة الصح بالاتجاه الصح للقدم الصح لخصمك بوريك قديش تعقيد بفكرة تمريرة واحدة بالنسبة له بس بنفس الوقت كرة القدم بسيطة بس صعب جدا تلعب ببساطة أما الموقف الخامس فهو حديث جدا جدا جدا. ليونيل ميسي لما طلع بعث الفاكس وطلب يرحل معظم اللاعبين عملوا حالهم مش موجودين، معظم اللاعبين كتالونيين سكتوا، ما حدش أخذ موقف. الجميع إما خاف من يخسر علاقته بالإدارة أو خاف يخسر علاقته بالجمهور لأنه لسه مش عارف موقف الجمهور، ما بتكلم عن اللاعبين الحاليين، بتكلم عن السابقين. لكن بيور من الناس اللي تقدموا ودعموا وغرد وقال له ببساطة: كل دعمي إلك يا ليونيل ميسي. أنا معك رسالة أيضا تؤكد أنه هذا البيول كان عنده قيم كان عنده شجاعة مختلفة عن كثير من اللاعبين شيء بخلينا نفهم شو فقد برشلونة بخروج قلب الأسد شو فقد برشلونة بخروج قائده بخروج اللاعب اللي كان فاهم أن كرة القدم أكثر من مجرد مرر وسدد، كان في عواطف، في مشاعر، في إنسانية، هي اللي بتكمل هاي اللعبة وهي اللي بتفرق مع الفرق لما تيجي بدها تنهار، وهي اللي بتفرق مع الفرق في اللحظات الصعبة ننتقل للاعب الاخير واللي هو بالاكيد مركز واحد بلا نقاش ماريو بالوتيلي ماريو بالوتيلي اللي الصحف قالت هذا ميسي ورونالدو بلا نقاش وهو صار يتكلم انه لازم يفوز بالكره الذهبيه بسرعه والجميع ورفعوا توقعاتهم من بالوتيلي بشكل رهيب بلش قبل 2010 ثم انتقل الى مان سيتي ب 2010 والجميع كان مؤمن انه ماريو بيقدر يعمل واللي شاف ماريو باكم من لقطه باكم من حركه باكم من توقيت لا ماريو كان ممكن يصير لاعب اخر بس اللاعب هون عقله مش الملعب اللاعب هون مش مستوعب فكرة كرة القدم الحالية فراح باتجاه آخر شفناه كل تجربة خاضها لازم يسيء للي أعطوه فرصة مان سيتي ميلان حتى في فرنسا والآن في إيطاليا اللاعب هذا عنده مشكلة مع الناس اللي بتقدره فعلا هذه الطريقة خلته يروح ماريو من سوبر ماريو لا ماريو كثير صغير أما رقم واحد بالنسبة إلي فهي اللقطة طردت مدرب حاول يبدل لاعب حرفيا طردته نتكلم عن عام 2019 نهائي كاس الرابطه الانجليزيه مانشستر سيتي بواجهه تشيلسي مان سيتي قبلها كان ساحق تشيلسي بالدوري بسداسيه فالجميع كان متوقع المباراه تكون سهله لكن تشيلسي صمد حتى ركلات الترجيح تقريبا ضايل دقيقه وبتنتهي الاشواط الاضافيه ساري اجى بفكره انا حطلع الحارس كيبا وانزل ويلي كابايرو عشان ركلات الترجيح هو افضل هون كيبا قال له والله ما انا طالع لعيبة تشيلسي جميعهم وقفوا على جهد. ما حدا تدخل بما فيهم القائد، ازبلكويتا وتم انتقاده على ذلك، إيه مش طالع لا بدك تطلع مش طالع ويصرخوا على بعض من بعيد، بالاخير ساري قال له انا اللي طالع، وحمل حاله وطلع من الملعب حرفيا لتلك اللحظه، وذهب كيبا وضل في الملعب، وكانت ركلات الترجيح اللي خسرها تشيلسي. في تلك اللحظه الجميع ادرك انه ساري انتهى، رومان ابراموفيتش ما بيقبل هذه المناظر بفريقه، ما بيقبل هذا الشيء يصير في نادي هو مالكو. فالجميع عرف ساري انتهى، ايضا الجميع تساءل يعني هذا حارس مهزوز نفسيا من فترة طويلة، وجد له فرصة يلعب ركلات ترجيح، تسحبه وتنزل ويلي كابايرو اللي لو فاز أنت حتدمر كيبا تماما نفسيا، وحصير يعتبر الحارس اللي للمهمات السهلة مش المهمات الصعبة، مستحيل يقبل يطلع، فكيبا كانت ردة فعله حسب الناس طبيعية بالنسبة لظروفه، كحارس جاء ليكون الأغلب التاريخ، فتبين أنه صفقة كثير أقل من اللي دفع مقابلها. إذا هذا الموقف الأول، الموقف الأغرب إنه ساري طلع قال لا والله كيبا على حق بس طريقته مش حلوة وتشيلسي طبعا أحرج واضطر يعمل عقوبة علنية للاعب، برموا أسبوع ونقل هذا الأسبوع لمؤسسة تشيلسي الخيرية كفلوس يعني، هنا كيبا أنهى مسيرة ساري، أثبت إنه ساري ربما مدرب مميز على الناحية الرياضية، لكن على الناحية النفسية، الناحية الذهنية، الناحية الشخصية مش ذلك المدرب اللي بيقدر يدرب فرق كبيرة ويديرها نفسيا وذهنيا اللي هو كثير أهم من الناحية الرياضية بالنسبة لهم بدي أفكر في رقم واحد طلعوا لي اثنين مع بعض أرتيتا وجابي فقلت مين أختار منهم فكان الخيار الاثنين مع بعض ارتيتا اللعب اللي بلز برشلونه انعار لسام جيرمان ثم تالق مع ايفرتون لعب مع ايفرتون كان نجم بايفرتون ثم رحل لارسنال اثبت انه لاعب وسط مفيد جدا بس شو مشكله ارتيتا اولا انه في فترته لما كان له امل يروح المنتخب كان بايفرتون وكان باسبانيا في لاعبين جديد عم بيطلعوا وبنعرف انه الاعلام الاسباني دائما بيدفع بعض لاعبين انديه معينه ريال مدريد برشلونه الانديه الشعبيه ولكن ارتيتا كان بايفرتون ولما راح لارسنال كان الموضوع انتهى، ليش؟ لانه كان في ستة سبعة لعيبه وسط سوبر ستارز موجودين في المنتخب الاسباني وعم بحققوا نتائج ممتازه فبالتالي مش محتاجينه، وفي عام 2009 مع كثره الضغط الاعلام الانجليزي عالم شوفوا ارتيتا خذوا ارتيتا لانجلترا، اسبانيا حاولت تعمل الحركه اللي بتعملها دائما، تعالوا نجيبه نلعبه مباراه، ولكن اللاعب انصاب برباط صليبي حرمه من تمثيل منتخب بلاده وفي 2010 انجلترا حاولت مع كابيلو تضمه لها للمنتخب ولكن الفيفا قال لهم لا، قوانين الإقامة بتاعت الخمس سنين ما بتنطبق على هذا اللاعب حرفيا، أما اللاعب الثاني فهو جابي، اللاعب اللي لعب كرة قدم ما بين 2002 2020، اللاعب اللي مثل اسبانيا بالفئات العمرية تحت 20 تحت 21، لكن ما قدر أبدا يكون ضمن منتخب الفريق الأول، نتكلم عن لاعب ب 2014 لما كان يجيب الدوري مع أتلتيكو مدريد ما يتم استدعائه، لاعب تكتيكي ممتاز، جاب الدوري الأوروبي مرتين مع أتلتيكو، لاعب مهم جدا بنهضة أتلتيكو وما كان يتم استدعائه. لاعب ممكن تقول السبب الاول كان في لعيبه احسن منه ولعيبه برشلونه ريال مدريد طالعين خلص عم بياخذوا المراكز الاساسيه اكيد هذا سبب مهم انه كان في سوبر ستارز كبار بس لاعب كان مفيد ممكن السبب الاهم انه اتلتيكو مدريد ما بيروج لعيبه صعب جدا تكون باتلتيكو مدريد مدافع او لاعب وسط متاخر والاعلام المدريدي والاسباني يخدمك اعلاميا الا اذا كان عندك بعض المزايا الهجوميه جابي ما عنده مزايا هجوميه لكن جابي كان لاعب ممتاز جدا كان اكيد بيستحق فرصه دوليه ولو مره واحده